الناس في الأجازات زهقانين وعلى الخروج متسربعين، وصحابي يقولولي يلا خروجة حلوة يا روشين. هنروح فين؟ ايه المكان اللي انتوا عليه متشوقين؟ يقولولي هنروح الحسين وفي شارع المعز سهرانين. طب يا حلوين عارفين اصل شارع المعز اللي عليه جارين؟ يرد صحابي معز ايه اللي هندور على اصل وفصل واحنا هنناسبه؟ ما هو ده دوري انا على اصل ادور. الشارع ده من زمان كان له اسماء كتير، الشارع الاعظم وقصبة القاهرة وقصبة القاهرة الكبرى، واخيرا سنة 1937 اطلق عليه اسم شارع المعز، وده كان تكريم لمنشئ القاهرة المعز لدين الله الفاطمي، أول خليفة فاطمي فتح مصر سنة 358. كان راجل مثقف بيجيد عدة لغات، وكمان مولع بالعلوم والأداب ونال احترام الناس. بعد قائده جوهر الصقلي لبناء قاهرة المعز. المعز مش مجرد شارع موجود في الحسين، لا دي تسمية المكان كبير بيشمل باب الفتوح وأمير الجيوش والنحاسين، بين القصرين والساغة والأشرفية والعقدين والسكرية وباب زويلة. عرفتوا بقى مين المعز اللي عليه رايحين؟ ما احنا دايما لازم على الأصل ندور.